ما صحة ما يتناقله الناس من أن الجهر بالبسملة في الصلاة غير جائز، هل ذلكم صحيح؟ وما هو توجيهكم في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الجهر بالبسملة بصفة دائمة خلاف السنة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم لا يجهرون بالبسملة، ولكن من جهر بها بعض المرات فلا بأس به لورود ما يدل على ذلك في بعض المرات. أما المداومة على الجهر بالبسملة فهذا خلاف السنة، وهو قول جمهور أهل العلم. نعم.